السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا بعد غياب، أسأل الله عز وجل أن يتقبل، كنت في أجازة. أشكر كل مشايخنا واشكر استاذ مصطفى الازهري، اسال الله عز وجل ان يمتعه بالصحه والعافيه وان يديم عليه الفضل، فهو استاذنا وحبيبنا، نتعلم منه الادب والخلق. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ومعي ومعكم فضيله الشيخ ابو بسطام محمد مصطفى. اهلا ومرحبا شيخي الكريم. شيخنا الحبيب، اهلا وسهلا سيدنا. مرحبا. يعني اسال الله عز وجل، والله وانت كمان، والمشاهدون الكرام، اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اسألوا سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظكم بحفظه. ونحن في انتظار اتصالاتكم ليتمكن فضيل الشيخ أبو بسطام محمد مصطفى من الإجابة عليها. شيخ الكريم سائل يسأل ويقول: ما صحة حديث أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أمر أنه نبي الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فيما معنى الحديث إلى هذا الجزع واسأله، فأجابه الجزع أو ما شابه ذلك، فهل هذا حديث صحيح؟ نعم، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أمارات نبوته صلى الله عليه وصحبه وسلم، والحديث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي وغيره. نعم، هو حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن في بعض الطرق أن هذا الجذع أو هذه الشجرة جاءت تخد الأرض خدا، يعني لها علامة في الأرض كده. فطبعا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ترجع مرة ثانية إلى مكانها، فرجعت فعلا. عليه الصلاة والسلام. هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم، صحيح. صلى الله عليه وسلم. نعم شيخي الكريم، أيضا سائل يسأل ويقول: حكم تغطية وجه المتوفى بعد وفاته مباشرة، هل في ذلك دليل في السنة؟ نعم، ثبت ذلك أيضا لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف الغطاء عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم قبله بين وجنتيه أو بين عينيه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك. وكذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. الإنسان يعني المفروض يغمض عيني الميت ثم بعد ذلك يغطيه، يعني يسديه كما يقولون. إذن هذا فيه دليل من السنة. نعم، ثبت ذلك. نعم، وكذلك أيضا في الصحيح، في الصحيحين من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، قال: لما هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجو الأجر من الله تعالى، فمنا من وقع أجره على الله، قال: منهم مصعب بن عمير، قال: كانت له شملة أو بردة، إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجلاه بدا رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي الرأس. فده دليل كذلك أيضا على تغطية وجه الميت. نعم، معنا أول اتصال. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. أهلا ومرحبا أخي كريم، تفضل. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، مثلا أنا البوسطة بوصل فلوس بالبوسطة من مكان لمكان، من بلد لبلد، يعني بياخدوا 10%، ده حرام ولا حلال؟ نعم، على الفلوس اللي احنا بنبعثها. ايوه. نعم، في سؤال اخر يا استاذ محمد؟ تمام، وفي سؤال اخر. نعم، اتفضل. مثلا انا بشتغل في الحلاوه، والحلاوه دي كلها سكر، يعني السكر يعني سعره طالع وسعر نازل الايام دي زي ما حضرتك عارف، يعني. ايوه. نعم، فانا ساعات بيبقى عندي سكر قديم، ومثلا السكر غلى، لما نعمل حلاوه وابيع بالسعر القديم ولا بالسعر الجديد؟ طيب، حاضر. تمام، حاضر، ربنا يوسع علينا وعليك. فامان الله. استاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا حبيبي الغالي، تفضل. الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك، جزيت الجنه حبيبي الغالي، تفضل. نعم، اولا اطلب من الشيخ ان يدعو لي. يا رب يحفظك. حاضر، يا رب يرضى عنا وعنك وعن المسلمين جميعا. بالنسبه للسؤال، انا دلوقتي امامي شغل
إعادة صياغة أبحاث باللغة الإنجليزية، تغيير صياغة أبحاث وتقديمها لكثير من الطلاب. تمام؟ يعني عمل يتطلب أن تجيد اللغة الإنجليزية؟ نعم، تغيير صياغة البحث. نعم؟ تغيير صياغة البحث. تغيير صياغة البحث. وتقديمه للطلاب ليستفيدوا منه. طيب هتنسب البحث لنفسك يعني، ولا هتنسبه لقائله او صاحبه؟ الطالب سيقدمه يعني ينسبه لنفسه هو. فهل يجوز هذا العمل للضروره؟ لاني منذ فتره طويله لا اجد عمل، طيب حاضر، ربنا يرزقنا واياك. حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم والله الحمد لله، اهلا ومرحبا. السؤال بتاعي بخصوص زوجتي، بتشتغل مدرسة. نعم. فهي كانت قبل كده حلفت على الأطفال عندها يعني إن هم مش هينزلوا تاني يوم الفسحة. نعم. فهم تاني يوم نزلوا من غير ما هي تعرف، فهل هي عليها كفارة يمين؟ يعني هي ما نزلتهمش، هم نزلوا من غير ما هي تعرف تاني يوم. نعم. طيب حاضر. ده السؤال. فيه بس يعني في حاجة عاوز برضه أوجه تنبيه يعني، أو يعني اتكلم عنها. بيجي على القناه اعلان بتاع كريمات وحاجات كده، اللي بيتقال في الاعلان دوت علميا غلط جدا يعني. فيعني هل ده ايه وضعه بالظبط؟ او يعني برضه محتاج الموضوع يعني ايه توضيح شويه يعني. علميا من الناحيه، حضرتك طبيب؟ طبيب. طيب. هو يعني هو 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 بيقول ان هو بيعالج اسباب المرض كلها. ده مش صح خالص يعني. طيب، بس فالموضوع محتاج متابعه. يراجع هذا يعني الامر ان شاء الله. حاضر حبيبي، شكرا لحضرتك. ادعو لنا، اسال الله عز وجل ان يغنينا من فضله وزيت الجنه حبيبي غالي، جزاك الله خيرا. من معنا؟ السلام عليكم. نعم شيخ امه الله، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا فندم، ممكن اسال سؤال؟ نعم تفضلي. دلوقتي حضرتك، انا زوجي ربنا يبارك فيه يا رب، كان متجوزين بقالنا 10 سنين، وكان في الفتره دي كلها بيحوش كل الفلوس تتبقى يعني زياده عن المصروف ما بيحوشها، وكان كل سنه يجي في شعبان والمبلغ ايا كان بلغ النصاب او ما بلغش بيطلع عليه 2.5%. فدلوقتي احنا الحمد لله ربنا اكرمنا بالفلوس اللي حوشناها واشترينا قطعه ارض زراعيه، مش بنية التجارة، هي احنا ان شاء الله ناويين يعني نعيش فيها ونزرعها وناكل منها وكده. هل الارض دي نطلع بقى زكاة على ثمنها كل سنة، ولا هي هيبقى نطلع الزكاة ازاي؟ الفلوس اتحولت لارض دلوقتي. انا فاهم، خلاص يا امة الله، فامان الله، ربنا يرزقنا واياكم. نعم الشيخ اسامة، السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ احمد؟ اهلا مرحبا، السلام عليكم، تفضل. اتفضل. الحمد لله على السلامه، ونورت والله العظيم. يا رب يسعدك ويبارك في عمرك، والله كلكم وحشتموني يعني. اتفضل حبيبي. وانت اكتر والله، وحشتنا جدا. انا بتصل اول عشان اسلم عليك بدون اي اسئله وبدون اي حاجه يعني. ده شرف لي حبيبي الغالي، جزيت الجنه. الله يبارك لك، ويعني نتمنى الشفاء العاجل للشيخ شعبان درويش، ووحشنا والله قوي قوي قوي. والله وحشنا مجلسه فعلا. وحبيبنا الشيخ حسام جاد، ربنا يجيبه بالسلامه يا رب. يا رب يا رب يمتع كل مشايخنا بالصحه والعافيه. نعم امين. ربنا يبارك لك يا عم احمد، جزيت الجنه حبيبي، كتر خيرك يا استاذ اسامه على هذا الاتصال، اسلكت صدري، بارك الله فيك. نعم شيخي كريم، مساله السيليكون، لو في حد بيشتغل وجيه على ايده تمام واراد ان يتوضا، بيبقى في احيانا بيعمل طبقه ماده السيليكون اللاصقه، فهل هذا يكون عازلا يمنع الوضوء او ان يصح به الوضوء شيخي كريم؟ هو بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاصل ان الوضوء يكون كاملا، يصل الى الاطراف الاماكن التي فيها اركان الوضوء يعني اليد مثلا، فمفروض هو يتقي ذلك ما استطاع، يعني يحاول بقدر المستطاع ان هو يشيل السيليكون هذا، لان طبعا بيعمل ماده عازله بين الجلد وبين الماده في حد ذاتها، فهو يحاول بقدر المستطاع ان يتقي ذلك تمام، ويحاول ان هو يشيل السيليكون ده، طبعا هو بيعزل بين المكان ده وبين الجلد، فالميه لا تصل الى هذا الموضع، الى هذا المكان من الجلد. طبعا بهذا لا يكون الوضوء كاملا او تاما، فهو يعني لابد من عزل او يعني ان ينزع هذا السيليكون قدر المستطاع قبل البقايا التي لا يستطيع ان يزيلها. خلاص عفى الله عنها.
وزيت يعني الجنة. نعم. يعني بعض أصحاب المهن الشاقة أسأل الله أن يوسع علينا وعليهم، مثلا أخ يعمل في شحومات في أشياء، ترى في بعض الأظافر على الأصابع يعني بعض الأشياء متبقية على يديه، فما حكم الصلاة والوضوء؟ نعم، هو كما قلت لحضرتك يعني فاتقوا الله ما استطعت، هو يتقي ذلك ما استطاع، فإن عجز عفى الله عنه. اللهم أمين. الاستخارة كيفية صلاتها أو كيفية الدعاء فيها، وهل يكون الدعاء بعد الركعتين أم بعد التحيات، وهل هناك أمارات لابد أن يرى صاحب الاستخارة رؤية أو علامة أو أمارة أو ما شابه ذلك شيخ الكريم؟ نعم، أما بخصوص صلاة الاستخارة فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم فليركع ركعتين دون الفريضة ثم يقول دعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت على كل شيء قدير، ثم يسمي حاجته، فإن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلي أو عاجلي أمري وآجلي فيسره لي، يسمي الحاجة بتاعته بقى اللي هو مثلا الزواج أو هيشتري بيت هيشتري أرض هيشتري عربية أي حاجة اللي هو يعمل، تمام؟ وإن كان هذا الأمر برضو يسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وأجله فاصرفه عني اصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، يعني أنا يا رب ما أعرفش، أنا يا رب جاهل وأنت يا رب عالم وأنت على كل شيء قدير، فإن كان هذا الأمر خير لي فيسره لي وإن كان شر لي فاصرفه عني. وركعتين تكونان دون الفريضة، يعني ركعتين نوافل في أي وقت، تمام؟ وأما الدعاء أو موطن الدعاء فاختلف العلماء فيه، تمام؟ فبين قائل أن يكون هذا الدعاء بعد صلاة بعد التشهد، وهذا الذي أميل إليه، والبعض الآخر قال لا يكون بعد انتهاء من الصلاة، وإن كان الدعاء في الصلاة هذا أولى وأفضل قبل التسليم. نعم. يعني مثلا الإمام العز بن عبد السلام لما سئل عن الرجل يرفع يديه بعد الصلاة قال: ما أرى هذا الإنسان إلا جاهل. قيل له: لماذا؟ قال: هذا الرجل، مثل بمثال، قال: هذا الرجل كأنه كان بحضرة ملك، ثم لما انصرف من عند هذا الملك جعل يسأل الرعية أو الرعاية. طب ما أنت كنت مع الملك دلوقتي تروح تسأل الناس الغفر بقى والناس اللي هم السوقة، طب ما أنت كنت مع الملك. فهذا مثال واضح يعني، تمام؟ فالأصل أن تكون موضع الاستخارة في الصلاة لا أن يكون بعد الصلاة، ده هذا الأفضل والأولى، يعني بعد التحيات، بعد الصلاة، بعد التحيات، بعد التشهد والتشهد، تمام، وقبل التسليم وقبل السلام. نعم. يقول الواحد منا إن أراد صلاة الاستخارة أو دعاء الاستخارة. صحيح. هو الأصل أن يقول أن نقول دعاء الاستخارة أم صلاة الاستخارة؟ لا، دعاء. دعاء. نعم. تمام، هي ليست صلاة استخارة إنما هو دعاء، ليست صلاة بحد مستقلة يعني. صحيح. نعم، لكن الأمارات مسألة إن ليس بعض الناس يقول لك أنا ما شفتش حاجة رؤية أو رؤية فبالتالي الاستخارة لا تصح، هذا كلام باطل، كلام ملوش أي أساس من الصحة إطلاقا، هذا عار عن الصحة البتة، لأن ليس للإنسان ليس له أن يرى رؤية، مش شرط إن أنا عشان أستخير أشوف رؤية، لما شفتش رؤية بقى كده الموضوع مش خير، لا هذا كلام باطل، إنما الإنسان يهم يعني يستخير ويهم في الأمر، يعني هستخير وهشوف، هروح مثلا أشوف الأخت دي أو هشتري العربية دي أو هشتري الأرض دي أو أشرع في السبل، والله إن وجدت تيسيرا في الأمر فهذا سبيل الاستخارة، أن الله عز وجل يسر هذا الأمر، وإن كان في عسر في الأمر بهذا دليل على أن هذا الأمر ليس خيرا لي. نعم، جزيت الجنة، بس أكيد الرؤى والأحلام مش ليست شرطا يعني. شرطا إطلاقا. نعم. جزيت الجنة شيخ كريم محمد. أستاذ محمد يسأل يقول إنه هو تقريبا يعني من مكان لمكان عن طريق البريد وفي فائدة 10% لأنه ينقل مال من مكان لمكان، فما حكم هذه الفائدة شيخ كريم؟ هذه يا شيخنا هذه ليست لها علاقة بالفوائد أو بالربح، مصاريف إدارية، هذه أي نعم مصاريف، هذه ليس أكثر، إذا في هذا الحال هذا أمر جائز، مثلا خدمات وما شابه ذلك فهذا أمر جائز، ليس فيه شيء. نعم، مسألة السكر واختلاف الأسعار، هو رجل يعمل في الحلوى، نعم، أحيانا بيبقى عنده سكر قديم والسكر الجديد بسعر مختلف، شأنه شأن أي سلعة أخرى تزيد في هذه الأيام أسعارها مثلا يعني، فهل يبيعه بالسعر القديم شيخ كريم؟
إن استخدم في صناعة الحلوى السكر القديم الذي كان عنده أم بالسعر الجديد؟ والله يعني هو يحاول يسدد ويقارب، تمام. أما مسألة الاحتكار فطبعا هذه مسألة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا نهى عن الاحتكار وقال صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا مخطئ أو خاطئ، فهذا لا يجوز. لا يجوز إنسان يحتكر سلعة معينة تكون هذه وقف عليه، وساعة أن يريد أن يعلي في السعر يعلي، أراد أن يخفض السعر فهذا أمر لا يجوز. أما في هذه الحال فهو أخونا الكريم يحاول يسدد ويقارب. لو هو عنده سكر قديم يبقى يحاول يعني إيه يرفق برضه بالناس. هو العبرة إن هو لو باع بالسعر القديم عندما سيذهب ويشتري سيشتري بالسعر الجديد، هي معضلة. أنا لذا أقول يسدد ويقارب. نعم. يعني يكون بين بين يعني يشعر بالناس. أي نعم صحيح. ولو كل واحد منا شعر بأخيه ستختلف. وكما قال صلى الله عليه وسلم المسلمون أو المناء كالجسد الواحد. صحيح. وفي اللفظ الآخر مثل في توديهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. طبعا أخونا عبد الله أسأل الله أن يرزقنا وياه الرزق الواسع ويبارك علينا وعليه. آمين. وعلى كل المسلمين. آمين. آمين يا رب العالمين. والمسلمات أسألكم الدعاء بداية شاكرين. أسأل الله عز وجل أن يوفقه لما راضيه وأن يستعملنا وإياه فيما يرضيه، وأسأل الله عز وجل أن يصب عليه وعلينا الخير صبا صبا. آمين. ولا يجعل عيشنا وإياه كدا كدا. وجميع المسلمين. اللهم آمين. في مشايخ الأرض وفي المغاربية. اللهم آمين. نعم. هذا العمل المذكور لو هو مثلا في بحث وهيغيره أو يغير الصيغة وسينسبه لنفسه، أقول يعني من فترة هو يبحث عن عمل ولا يجد، أسأل الله أن يرزقنا وإياه. فهل مثل هذا العمل يعني هو شيخنا عفوا هو البحث له أم لغيره؟ هو لغيره. لغيره. نعم. نعم. هو هيغير في الصياغة أو في الصيغة؟ لا يجوز. قال صلى الله عليه وآله وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، وهذا من الزور. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، وفي اللفظ الآخر من غشنا فليس منا. فهذا أنا أحذر أخي الحبيب، ومن ترك شيئا لله عوضه. لا بد أن الله عز وجل، لكن هو يستحضر هذا المعنى وهذه النية. صحيح. تمام. فهو يعني أنا أحذر أخي الحبيب أن يقع في هذا المهيع الذي يعني ضل فيه صنوف من الناس. نعم. الأخ عبد الرحمن زوجته معلمة. نعم. مدرسة، وأقسمت على الأولاد ألا ينزلوا الفسحة. نعم. تمام. وهم يعني نزلوا دون علمها، فهل يلزمها الكفارة؟ لا تلزمها، إنما هذا له يمين، وإن شاءت أن تكفر فلتكفر. تمام. بس طبعا جزاك الله خيرا. وأمة الله نعم من 10 سنوات وفي ادخار الحمد لله، وكل شهر في شهر شعبان. لا أدري هل مثلا المال يبلغ النصاب أم لا، لكن الحمد لله الزوج مشكورا يخرج في كل عام او من كل عام في شهر شعبان 2.5% مما ادخره. نعم. اشتروا بالمال قطعة ارض زراعيه. نعم. فهل عليها طبعا ان هي مش للتجاره، ان شاء الله يزرعوها وان شاء الله تكون بالخير. جميل. هل عليها زكاه؟ ولو عليها تكون كل عام ولا مره واحده في العمر شيخي الكريم؟ نعم. اولا انا اشكر هذا الاخ الكريم وزوجه طبعا في اولا اخراجه قيمه الزكاه سواء بلغ المبلغ النصاب أو لم يبلغ، هذه واحدة تحمد له. نعم. الثانية هو هذه الأرض ليست عليها زكاة، لأن هذه الأرض للاستعمال الشخصي، ومثل هذه الأشياء لا تخرج أو لا تخرج فيه الزكاة. بمعنى الإنسان الاستعمالات الشخصية لا يخرج فيها. مثلا واحد عنده بيت، عنده أرض، عنده شقة ما شبه ذلك، هذا ليس فيه زكاة لأن هذا الاستعمال الشخصي، بخلاف للتجارة. التجارة هذا له حكم آخر، لكن في هذه الحال ليس عليهم زكاة. نعم. وزيد الجنة شيخ كريم لو معانا اتصالات يا أستاذ أيمن تكون مشكورا. أستاذ أسامة طبعا جزا الله خير اتصل وكان يسلم عليكم. سلمكم. ودعا الفضيل الشيخ شعبان درويش أصلا أن يرده إلينا يا رب وإلى يا رب. مجلسه سالما غانما عما قريب إن شاء الله تعالى. ويعني الشيخ الحمد لله الصحة تتحسن والناس تسأل عنه والله كثيرا حبيبي. نعم. شيخنا كلنا طبعا. هو مش عايز اقول ابي الروح لانه مش اكبر مني كتير، لكن هو كبير المقام والعلم والقامة. اسأل الله ان يمتعه بالصحة والعافية. اسأل الله عز وجل ان يتم شفاؤه على خير، واسأل الله عز وجل ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما، واسأل الله عز وجل ان يلبسه ثوب العافية. نعم. وان يمسح عنه بيمينه الشافية. الشيخ يعني رجل نادرة من النوادر. والله. في علمه وفي
خلقه وفي أدبه وفي دينه قبل ذلك. نعم. الأخ محمد، اللهم أمين أمين يا رب العالمين. أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام يا شيخ أحمد. الله يسلم حضرتك أخ محمد، الله يرضى عنك. منور القناة إن شاء الله يا حبيبي. يا رب يبارك فيك، منورة بمشايخها وعلمائها وبيك وبكم. إحنا كنا مفتقدينك والله، والقناة من غيرك ومن غير الشيخ شعبان ومن غير علمائنا الكرام كلهم ما بتسواش والله. يا ربي إحنا في زمرة هؤلاء يعني. وحقيقي والله يعني ولسنا منهم، اسال الله ان يغفر لي ما لا تعلم. حضرتك الساعه 4 دي بتيجي وحضرتك مش موجود، احنا كنا بنزعل قوي والله حقيقي. يعني مش رياء ولا نفاق، مش رياء ولا نفاق، ونحن نحبك في الله والله يا شيخ احمد. والله انا احبكم في الله، كتر خيرك. وانا عايز اسال في الجزئيه دي، ان يعني الواحد لما بيحب علمائه وبيحب مشايخه وبيحزن لما بيغيبوا ومبقوش موجودين، يعني ده بيعبر عن ايه؟ انا عايز اسال الشيخ محمد مصطفى بارك الله فيه برضك، هو كان برضك يعني كان منور القناه، والشيخ سامي السرساوي طبعا كلهم، بس يعني برضك احنا ما نقدرش نستنى عنك، هم كانوا منورين القناه وكتر خيره. فانا عايز اسال في الجزئيه دي، يعني الواحد لما علمائه الكبار ما بيبقاش موجودين وبيزعل عليهم وهم مش موجودين. اولا السؤال كده لا يصح يا استاذ محمد. علمائه الكبار انا لست عالما ولست ممكن ابقى كبير في السن، لكن مش عالم وكبير ولا حاجه. معلش، اخوك الصغير الشيخ شعبان احنا مفتقدينه. الشيخ شعبان ده على العين والراس مفتقدينه. نعم. بس البركه في الشيخ اسامه والشيخ سامي والشيخ محمد مصطفى، كلهم علماء اجلاء. بس بديت الجنه مشاعر طيبه. انا ما اعرفكش شخصيا وانا احبك في الله. انا والله وانا بحبك في الله واحب كل المسلمين في الله. كتر خيرك كتر خيرك. صلى ان يرد شيخنا الحبيب فضيله الشيخ شعبان درويش الى مجلسه سالما غانما عما قريب، وان يشفيه ويعافيه وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. اشكرك حبيبي الغالي. استاذ سامح، السلام عليكم. السلام عليكم. استاذ سامر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معذره يا استاذ سامر، تفضل. لو سمحت يا شيخ، انا عندي سؤالين بس. اي نعم، تفضل. السؤال الاول في الخطبه، لما يبقى مثلا في حد يخطب اختي او اخ يخطب واحده، الفاتحه ما الحكم في قرايه الفاتحه؟ طيب، السؤال الثاني. أخ مسلم يرتدي خاتما عليه صليب، أخ مسلم هو يعلم أم لا يعلم؟ يعني أصل أحيانا بيبقى الواحد مش واخد باله إن ده صليب. لا ده صليبه كبير. لا هذا ما تعلمه أنت، هو الذي يرتديه هل يعلم بأنه صليب أم عارف إن هو صليب ويعني يا ريت تشدد على الموضوع ده عشان هو يسمعك الآن، يا ريت بعد إذنك. وكنت عايز رقم الشيخ سامي السرساوي. طيب حاضر، رقم خده من الكنترول. فأمان الله عليكم وبركاته. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. نعم. هل من حق الزوج إن هو ما يصرفش على زوجته وعياله لو عنده أولاد كبار وهم اللي بيشتغلوا؟ على زوجته وأبنائه؟ حاضر. ومن حق الزوج إن هو لو نده على زوجته وهي في الصالة ان هي تقطع الصلاة وترد عليه؟ نافلة ولا فريضة ولا ايه؟ نافلة او فريضة. الزوج حاضر في الصلاة، حاضر ناديها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اهلا ومرحبا، تفضلي. اهلا. ايوه تفضلي. لو سمحت عايزة اسأل الشيخ احمد. انت معانا يا فندم، تفضلي الله يرضى عنك. نعم. هاتي السؤال. لو سمحت انا كنت فترة في شهر رمضان عايز اعرف الحكم يعني. ايام عليك من رمضان؟ طيب. ده يعني طيب حاضر. في حمل الوقت يعني طيب. انا ما اقدرش ان لمرض يعني ولا لعذر اخر ام لسفر؟ لا كانت حالة نفاس. طيب نفاس. الوقت في حمل ما اقدرش ان انا اصوم. الان حمل، حاضر ما شاء الله، ربنا يبارك. حاضر. أستاذ أمير، السلام عليكم. أهلا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا، تفضل. أهلا وسهلا بيك. لو سمعت حضرتك بس كنت عايز أسأل سؤال. نعم. حضرتك بس كان أخويا في الجيش، وكان هو كان في بينه وبين واحد زميله هناك كان في فلوس وبتاع وكلام ده. فجه عشان ياخد الفلوس بتاعته من الراجل، فإداله بتاع زي إسويرة كده على أساس إنها إيه فضة. فهو قال له خد السويره ديت
مكان الفلوس، كان مكان الفلوس كان هم 40 جنيه كده مثلا أو حاجة. فهو خد الأسويرة وفاديها عشان يبيعها بتاعه قصاد الفلوس، فلقاها الأسويرة ذهب أبيض. ذهب أبيض؟ أيوه، يعني أغلى سعرا أغلى من الفضة. مما كان لدى هذا الأخ. أيوه يا فندم. تمام تمام واضح. أكثر من 40 جنيها يعني؟ لا أكتر، عدت يعني مثلا اللي هي 2000 جنيه. والأخ اللي اداها له ما يعرفش قيمتها. والأخ اللي اداله ما يعرفش، فهو جه نزل يعمل من إيه في الجيش و... الفارق؟ حاضر حاضر. ما حضرتك، هو نزل من الجيش ومش عارف يوصل له لا ولا يعرف. عارف يتصرف فيه. حاضر. ماشي، شكرا. في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حبيبي الغالي. صلى الله يمتعك بالصحة والعافية يا شيخي الكريم. سلم يا شيخنا. الله يوحشتني ووحشني المجلس الطيب ده. والله يا شيخنا. وأخونا الأستاذ محمد، طبعا أنت رجل طيب ويحبكم ويحب مشايخنا، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه حبيبي الغالي. كتر خيرك عن سؤالك على مشايخنا. هو سأل سؤالا شيخ كريم، كلنا يحب العلماء ويحزن لفقدهم وغيابهم، فهل يؤجر الواحد منا على محبته لأصحاب الفضل وأصحاب العلم ممن يعلموننا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤجر المرء منا بهذه النية؟ نعم طبعا، لا شك في ذلك. وقد ثبت أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء، يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أي نعم. فاستدل العلماء بذلك على أن محبة الناس دليل على محبة الله تبارك وتعالى. تمام؟ وكذلك أيضا ثبت أن العبد الصالح إذا مات يبكيه كل شيء، حتى موضع السجود، حتى الباب الذي يصعد منه عمله الصالح. وكذلك العلماء هم ورثة الأنبياء، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء كما رواه أهل السنن، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الإمام الأعمش سليمان بن مهران أحد أعلام السلف الكبار كان يجلس يوما إلى أصحابه، فجاءه رجل ومر عليه وقال: من هؤلاء؟ قل له: أنت قاعد كده ولما شفت الناس دي حواليك بيعملوا إيه؟ قال: من هؤلاء؟ فقال له الأعمش: هؤلاء هم الذين يحفظون عليك أمر دينك. الله. العلماء. تمام؟ ولولا العلماء يعني ما الأرض ما كان لها أي قيمة، ولا الناس. يعني العلماء هم الذين يوقعون عن رب العالمين. العلماء هم الموقعون عن رب العالمين. ولذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه له كتاب شهير، أحد يعني كتب التي اجتمعت الأمة عليه، هو كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، أو أعلام الموقعين عن رب العالمين. فهو إما إعلام للموقعين عن رب العالمين، أو أعلام الموقعين عن رب العالمين. والعلماء كما قلنا بقدر ما يحوز الإنسان من علم يحوز من إرث النبوة، وفعلا هذا هو الإرث الحقيقي الذي خلفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه كما روى ذلك الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسنه الحافظ الهيثمي، أن أبا هريرة رضي الله عنه مر يوما على أهل السوق ثم نادى عليه، وقف ونادى عليه وقال: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: أنتم هاهنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، انتوا قاعدين هنا وميراث النبي يتوزع في المسجد. فانجفلت الناس جميعا الى المسجد، ليه؟ كله عايز ياخد الارث بتاعه. ووقف ابو هريره رضي الله عنه في مكانه، فلما رجع الناس قالوا: يا ابا هريره، ذهبنا الى المسجد فلم نرى شيئا يقسم او يقسم. فقال أبو هريرة: أما وجدتم في المسجد من أحد؟ شفتش حد خالص في المسجد؟ قالوا: بلى، وجدنا أناسا يصلون، وأناسا يتعلمون العلم، وأناسا يذكرون الله تعالى. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذلك هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هم الذين تزدان بهم البلاد، وتزدان بهم ويزدان بهم كذلك العباد، لأنهم هم الذين يميطون الجهل عن الناس. نعم. الخطبة
وقراءة الفاتحة. نعم. بعض الناس يقولون نقرأ الفاتحة. نعم. يعني مثلا هو ذهب لخطبة فلانة وحدثت في الرؤية الحمد لله قبول هنا وهناك. نعم. فطب نقرأ الفاتحة بقى. نعم. ما حكم قراءة الفاتحة في مثل هذا المجلس شيخي الكريم؟ لا يجوز، لأن هذه الفاتحة لا تقرأ إلا لله، مش بقرأ عشان خطبة ولا عشان الميت ولا الكلام. الفاتحة لا تقرأ إلا لله في الصلاة. تمام. أما المشروع فهو الخطبة. خلاص، أنا مثلا انتويت أن أتزوج امرأة وانعقد قلبي عليها والأمر خلاص أصبح فيه هناك قبول بين الطرفين، تمت بذلك الخطبة. يعني الخطبة يعني هي حتى لغة أو اصطلاحا أو عرفا أو شرعا إجاب وقبول. أنا سأتزوج، حصل قبول وحصل إجاب، خلاص موضوع انتهى، تمت بذلك الخطبة. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. فالخطبة طالما أنه تم إجاب وقبول فقد تمت بذلك الخطبة، لا يشترط قراءة الفاتحة، هذا أمر غير معروف في دين الله. نعم. أمة الله تسأل عن الزوج الذي لا ينفق على أبنائه وزوجه بحجة أن أبنائه كبار. نعم. ويعملون، فهل للزوج أن يمتنع عن النفقة على زوجته وعلى أبنائه بهذا السبب شيخ الكريم؟ لا يجوز طبعا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالوالد أو الأب راع وهو مسؤول عن أبنائه. تمام. أن تنفق على هؤلاء الأبناء. وأيضا أما إنفاق عن المرأة فقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليه الصلاة والسلام: حتى ما تجعل في امرأتك لك به أجر. فالإنفاق على الأهل، على الأولاد وعلى الزوجة، هذا أمر شرعا واجب على الرجل وعلى الزوج، ليس للرجل أن يتملص من ذلك حتى وإن كبر أبناؤه. طالما أن الولد لا زال تحت عصمتك، لم يتزوج أو لم يعني يتخذ مكانا وحده، فهو ما زال تحت عصمتك ويجب عليك الإنفاق عليه، يجب عليك الإنفاق عليه. وكذلك الإنفاق على المرأة، هذه المرأة ضعيفة، ما لها عمل ولا لها دخل، ما ينفعش يقول لها مثلا عيالك يصرفوا عليك. لا طبعا، او طم بيشتغلوا انا هو المفروض انه قيم. صحيح. المفروض ان الرجل قيم في هذه الحال، فلا يحل له ان يحيد عن هذه القوامة، لان الله عز وجل لما شرع او مسألة القوامة قال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فشرط القوامة هي الانفاق. لذا الرجل إذا نوزع في هذه الجزئية، جزئية الإنفاق، يفقد يعني جزءا كبيرا من قوامته. إذا بدأت المرأة تصرف في البيت ويبقى لها كلمة ودخل وكلام زي كده، هو الأفضل ألا تنفق المرأة، يعني عشان القوامة. أنا أعلم ذلك. إذا لا مش لحضرتك. نعم. ده تأكيد. نعرف أنك تعلم. نعم حبيبي. نعم. ربنا يبارك. فالأصل طبعا أن الرجل ينفق على زوجه وعلى أولاده. صحيح. هذا هو الأصل. نعم. الله أنت رجعت. حبيبي شيخنا، أحبك في الله، عسلك الله. منة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. عندي سؤال ممكن؟ نعم تفضلي أختنا. نعم. هل يجب علينا الكف عن السحور عند بدء أذان الفجر؟ أم يجوز لنا الأكل والشرب حتى ينتهي المؤذن؟ نعم. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أمة الله. كنت أكلم الشيخ. حضرتك معنا يا أختنا، تفضلي. الله يرضى عنك. تفضلي. أختي أمة الله سامعيني. نعم. لو سمحت، واحدة عندها 65 سنة ما شاء الله، بتصلي وتصوم وتسبح في اليوم 1500 مرة ما شاء الله ما شاء الله، يعني مثلا بتقول سبحان الله 1000 مرة في يوم، والله أكبر 1000 مرة في يوم، ولا إله إلا الله 1000 مرة في يوم تاني، وقبل المغرب بتسبح بتقول سبحان الله. حضرتك تسألين عن ما تفعله، يعني هذا صحيح أم لا؟ علشان هي خصصت أياما وعدد معين في التسبيح وعدد معين في التكبير وعدد معين في قولها لا إله إلا الله، يوم 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 كده، يعني ده السؤال؟ لا السؤال لسه. بتفضلي. بس هي بتدخن.
هي ايه؟ وهي منتقبة على فكرة، بس هي بتدخن ومش قادرة تترك التدخين يعني. بتدخن ومش قادرة، حاضر، تترك الدخان. طيب حاضر، فهمت السؤال، حاضر، في امان الله. نعم، معنا اتصال اخر. السلام عليكم. اخونا ابو محمود، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احمد عامل ايه؟ في نعم والله الحمد لله. ابو محمود اهلا ومرحبا. عندي سؤال لو سمحت. هات، ربنا يرضى عنا وعنك. الربح بتاع البوسطه حرام ولا حلال؟ وكيف لو حرام اعرف اصرفها ازاي؟ حكمها هاي وكيفيه التصرف. حاضر. اتصرف فيها ازاي؟ حاضر. ماشي ماشي، شكرا. أملنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، أمة الله تسأل سؤالا غريبا. الزوج ينادي على زوجته وهي في الصلاة، سواء كانت تصلي فريضة أو تصلي صلاة نافلة، فهل عليها لزوما أن تقطع الصلاة أيا كانت بقى فريضة أم نافلة لتجيب نداء زوجها، أم تستمر وتواصل صلاتها شيخي الكريم؟ لا طبعا، هي تكمل صلاتها، لا أن تقطع صلاتها من أجل إجابة زوجها، لا طبعا. إنما الذي يورد في ذلك مثلا قصة جريج العابد، لما نادته أمه في الصلاة جعل يقول ربي صلاتي أم أمي، أمي أم صلاتي، تمام. بس ده يعني شرع من قبلا، وكان وكمان مش فريضة، وليست لم تكن فريضة. نعم، لكن القصد أن المرأة لا تقطع صلاتها إلا لعذر شرعي، مش عشان هو بيندهلها تجيب زوجها، لا طبعا. هل تتخفف يعني إن شاءت؟ نعم. إن شاءت، يعني مثلا من باب البكاء، مثلا بكاء الطفل يعني نتجاوز في ذلك، لعل هذا من باب مثلا الطفل أو ما شبه ذلك يعني، فهي تخفف في صلاتها لأجل إجابة زوجها، لكن لا أن تخرج من الصلاة لأجل إجابة الزوج. هذا نعم. كلام لا يقول به أحد. تمام. حتى لو هيغضب او ما شابه ذلك، فهي في عباده لله، في معيه الملك سبحانه وتعالى. صحيح. صحيح. وعليه ان يفهم هو هذا، وان يعي انها تقف بين يدي الله، تنبهه. نعم صحيح. أمة الله عليها ايام بسبب النفاس من رمضان، يعني ماذا تصنع الان؟ ما شاء الله حامل. هي تقضي يعني، تكفر تطعم. نعم. عن كل يوم مسكينا. مسكين. نعم نعم. الأخ أمير، مسألة سبحان الله، هو كان له 40 جنيها عند أخ زميل له في الجيش، ويبدو أنه خلاص مدة الجيش انتهت والخدمة انتهت مع بعضهم يعني، فما يعرفش لا بيته ولا عنوان ولا تليفونه ولا طريق هذا الأخ، ويبدو أنه هو أراد أن يعني يخلي ذمته، فأداله إسورة ظنا أنها فضة أو من فضة، اكتشفوا أنها بماء ذهب أو ذهب أبيض، وسعرها دخل في 2000 جنيه، هو كان ليه 40 جنيه، فماذا يصنع في الفارق شيخ الكريم؟ يتصدق به لهذا الشخص بنية صاحبه. اي نعم صحيح. تمام، يشوف الفارق ويخرجه. نعم. الأخت منة الله، لو الإنسان يأكل في السحور وهو ينوس الصيام، وسمع المؤذن في صلاة الفجر أو لصلاة الفجر، هل يعني يقطع مباشرة مع قول المؤذن الله أكبر، أم يواصل، أم ماذا يفعل؟ يتم الأكل والشراب يعني. لو يعني الصورة عشان تبقى قريبة للأخت، يعني هو مثلا هي دلوقتي تأكل وأذن المؤذن، فهل تخرج الطعام من فيها؟ لا طبعا، تكمل الأكل ما كان في فيها، ما كان في فيها، لكن لا تستغرق، مش تنشئ، لا تستغرق في مسألة الطعام هذه، لا تستغرق فيها يعني. هي تكتفي بما أكلت فقط. تمام، وزيت الجنة. شيخ الكريم، أمة الله تقول أو تسأل عن امرأة عمرها 65 عاما، ما شاء الله، الله أكبر، وحالها طيب أو حالها طيبة، تصلي وتصوم وفي الذكر ما شاء الله تسبيح 1500 تسبيحة في اليوم، وفي يوم آخر كما ذكرت يعني من تكبير ويعني واستغفار وما شابه ذلك، لكنها أسأل الله أن يعافينا، ومحدش فينا ما عندوش ذنوب، أسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل. تدخن ولا تستطيع كما تسأل أختنا أن تترك هذه العادة السيئة المحرمة، نسأل الله العفو والعافية، فهل هذا يفسد ما تصنعه من ذكر وتسبيح وصلاة وصيام؟ هو يعني أولا الله عز وجل حثنا سبحانه وبحمده على كثرة الذكر، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا،
فهذا الذكر ليس له قيد وليس له حد معين ولا عدد معين. فأنا أستحسن منها هذا الفعل طبعا، أنها تسبح ربها سبحانه وتعالى كثيرا. وقد ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح الله تعالى في كل يوم وليلة 15,000 تسبيح، تمام، وكان يقول أسبح قدر ديتي. وكان أحد السلف الكبار أيضا وهو عمير بن هاني كان يسبح، قال له أصحابه لا نرى لسانك يفتر عن ذكر الله، فكم تسبح الله تعالى في اليوم والليلة؟ قال 100,000 إلا ما تخطئ الأصابع. يعني هو بيسبح على أصابعه دي 100,000 تسبيحة، بيقول بس ممكن أغلط في 5-6,000 كده ولا حاجة، 100,000 إلا ما تخطئ الأصابع. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في كل يوم 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة، حديث الأغر المزن عند مسلم وحديث أبي هريرة في البخاري. فأنا أستحسنها طبعا لا شك، هذا الصنيع الطيب من كثرة ذكرها لله تبارك وتعالى. لكن لا شك أن هذا الذي تفعله من شرب الدخان أو تعاطي يعني الدخان يعني هذا أمر مستقبح جدا، لا يليق بامرأة عابدة يعني ذاكرة لله تبارك وتعالى أن تجمع بين هذا الشيء الطيب المحمود وهو ذكر الله تبارك وتعالى الذي يخرج من فيها، وبين هذا القذر الذي يخرج كذلك من فيها وهذا الدخان، كيف يجتمعان؟ فهي تحاول قدر طاقتها أن تجاهد نفسها، تجاهد نفسها في الابتعاد عن هذا الفعل القبيح المشؤوم المذموم القميء هذا. لكن تستمر في الطاعة وفي العبادة، لأنه ممكن يبقى مدخل من مداخل الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. يأتيها الشيطان والعياذ بالله يقول لها أنت تفعلين كذا وتدخنين على معصية وتسبحين وتذكرين وتصومين، ففعلك غير مقبول، فترك هذه الطاعة فتنصرف عن العبادة لتمسكها بالدخان. لا شك أنها تستمر فيما هي فيه، فهي على خير وعلى طاعة وعلى بر وعلى بركة. فلعل هذا الذكر إن شاء الله تبارك وتعالى يمنعها من هذا الفعل يوما ما. إيه نعم. كيف هي مثلا ممكن تقف مع نفسها وقفة أو وقفة تقول إزاي أنا بدخن وإزاي بسبح ربنا؟ طب ما ده شيء مستقبح، وطبعا شرب الدخان هذا طبعا يعني ذنب، تمام. فلا شك إن هي الذي تفعله يعني تبتعد عن ذلك، وتحاول كما قلت تعقد هذه المقارنة إن إزاي بسبح ربنا وإزاي فمي يكون طاهرا مع استمرارها في الطاعة. لا شك في ذلك، نعم مع الاستمرار. كيف يكون مثلا أنا أسبح الله تعالى كل هذا التسبيح وكيف أدخل؟ نعم هي يعني تجاهد نفسها، تجاهد نفسها وترجع إلى ربها، نعم، وتترك المعصية وتستمر في الطاعة، تستمر في الطاعة وتبعد وتبتعد أو تجاهد نفسها في المعصية. لماذا أقول هذا؟ لأني رأيت أناسا كثيرين، نعم، نسأل الله أن يهدينا أجمعين، تركوا الطاعة بسبب أنه مدمن معصية، نسأل الله العفو والعافية. لا طبعا. فيهجر الصلاة والمسجد وقراءة القرآن بأنه يقول أنا أستحي من الله أن أقف بين يديه وأنا مثلا أدخن، أو أن أقف بين يديه سبحانه وتعالى وأنا أفعل كذا وكذا، فده بيبقى من تلبيس إبليس. لا الله يعني والعافية. هذا طبعا من تلبيس إبليس. والله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فورد حديث لكنه لا يثبت ولا يصح، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، لكن هذا الحديث لا يثبت. ومعنى الآية هي أفضل من ذلك، يعني قول الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي أن الإنسان إذا صلى لله تبارك وتعالى صلاة حقيقية باستحضاره وخشوعه وخضوعه لله تبارك وتعالى، فإن هذه الصلاة حتما ستنهاه عن الفحشاء والمنكر. صلى الله عز وجل أن يعفو عنا أجمعين، وأن يتوب علينا، وأن يأذن لنا بالتوبة، يا رب، وأن يرزقنا قبل الموت توبة عند الموت شهادة، آمين. أخونا المتصل الأخير أستاذ أبو محمود يسأل عن أرباح البريد أو فوائد البريد، عن حكمها، ولو كانت محرمة كيف يتخلص منها؟ لا شك أنها من الربا المحرم، أما كيفية التخلص منه فهو أن يتخلص منها في شيء ممتهن أو في شيء مما يعود بالنفع على عامة الناس، هذه كيفية التخلص، لكن لا يستفيد بها لنفسه، لا ينتفع بها لا أبدا، لأن هذا من الربا المحرم الذي أخبر الله عز وجل أنه قد نصب نفسه لحرب صاحبه، قال سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا، يعني في ترك الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
فالربا هذا من الكبائر التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فابتعد يبتعد عن هذا ويتخلص منها كما قلت في شيء ممتهن أو في شيء يعود على عامة أو على نفع المسلمين عامة. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. يا رب. معنا اتصال أخير في الحلقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، تفضل. لي سؤال. أهلا ومرحبا، نعم نسمعك. ولي تعليق. سؤال وتعليق، نعم. السؤال الأول، طه ما أنزلنا عليك القرآن من أسماء النبي أم لا؟ عليه الصلاة والسلام. ولا لا، بس هو اكمل الايه بس كده، انت نفيت نزول. ايوه انا بسال على طه من طه. طيب تمام، سيدنا محمد او لا؟ عليه الصلاه والسلام. حاضر. صلى الله عليه وسلم. التعليق. الشيخ اجاب على موضوع الدبله اللي هي طلعت دي ذهب، قال يتصدق بباقي المبلغ. طيب ما انا ممكن اجيب عنوانه من الجيش اللي وحده اللي كنت فيها وارجع له الفلوس. لو عرف لو عرف لو عرف تعليق طيب يا عم الحاج، الله يرضى عنك. كان زميلي في الجيش. نعم. ممكن اجيب عنوانه من الوحده. والله والطريقه طيبه، جزاك الله خيرا. ان استطاع اليه سبيلا فليفعل. المبلغ ده يا شيخ احمد، انا بدل ما اتصدق عليه يمكن انا محتاج المبلغ ده. صحيح. الشيخ اجاب صحيحا وحضرتك تعليقك صحيح ولا باس، لا لا معارضه ولا اشكال. تمام. من كم يوم كان فيه واحد بيتكلم على موضوع مراته في القناة، بيقول ماشية مع واحد تاني. يا ريت ان السؤال يسيل في الكنترول حتى يخش على الشاشة. صعب صعب، هو اقتراح جيد لكن تطبيقه على ارض الواقع صعب، لان الاتصالات كثيرة عمي والله، ووقت الحلقة ضيق، فعشان كل واحد معاه 3-4 اسئلة هيسألها، لكن للأسف وفي ممكن او ممكن في ناس ممكن تقول حاجه ويخش يقول حاجه تانية. لا، لكن اقتراح جيد لكن تطبيقه على ارض الواقع صعب. اشكرك عمي وجزاك الله خيرا وبارك الله في حضرتك. طه من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت ذلك. طه لغه يعني يا ايها الرجل، يا ايها الرجل ما انزلنا عليك القران يشق، فليس هذا الاسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. هذا لم يثبت عنه. نعم. عليه الصلاه والسلام. وزيت الجنة ودعك الله الصحة والعافية، واقتراح عم الشيخ المتصل الأخير اقتراح جيد، إن استطاع أن يصل إليه فبها ونعمة، وإن لم يستطع فيعني يفعل كما قال الشيخ، يتصدق بنية صاحبه. إن علم صاحبه فليخرج، ما هي فليذهب له. هو الإشكالية إن هو مش عارف. لو مش لكن عارف. لو عم الحاج بيتكلم وفي سبل وانه ده سهل وميسور. نعم. خلاص هو صاحبنا المتصل قال انه لا يعرف عنه اي هو شيء، هو ادرى ادرى، لذا انا اجبت على السؤال. وانت كنت وعمي طبعا تعليقه على العينين والراس واصاب. اسال الله عز وجل ان يتقبله وان يرزقنا ويكون الاخلاص في القول وفي العمل. شيخ الحبيب واخي الكريم ابو بسطام محمد مصطفى، نفع الله بكم ونتعكم بالصحة والعافية. اللهم أمين. وطبعا ألتقي بكم إن شاء الله تعالى في العاشرة مساء مع أهل الذكر، والشكر موصول لأستاذي وحبيبي ومعلمي الأستاذ مصطفى الأزهري، والله أحبه في الله، وكنت يعني أستمتع بإدارة حلقته أو حلقاته طيلة الأيام التي كان يعني والله دبسنا فيها وأتعبناه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يرزقه الإخلاص وأن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. وأسأل الله عز وجل أن يديمك علي أخي الحبيب الأستاذ مصطفى الأزهري، نعمة ونعم الأستاذ ونعم الأخ ونعم المعلم. إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية ألتقي بكم مع فضيل الشيخ متولي البراجيلي في العاشرة مساء إن شاء الله تعالى مع برنامجكم أهل الذكر الليلة. وهذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.